أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا ماريكي. توقعات يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، بحذرك من أنك ما تاخدش القرارات أو تبتدي حاجة جديدة، خاصة لو كانت بتطلب منك كتير من الصبر والدقة في أنك تنفذها. كل ده هيتطلب منك انك تبقى بتشتغل كويس في البيت ومكان شغلك، ما تتصرفش باي حال من الاحوال بشكل تافه او متسرع، لانك تبقى بتخاطر بظهور كتير من المواقف والاجتماعات والمحادثات من اصحابك القريبين منك، فما تحبسش نفسك في بيتك. انت النهارده هتبقى محتمل تعقد اجتماع او اتصال مع مجموعه من اشخاص واسعين المدى على مسافات مختلفه، هتبص لاخبار كتير مهمه او معلومات مفيده هتبقى بالنسبه ليك، هتبقى الاشخاص حواليك في شغل او في اتصال او في التزام مع مؤسسات مختلفه في يومك. يوم الاحد هيبقى من الصعب عليك انك تركز على الشغل الجاد، وهتميل انك ترتاح وتسترخي. هيكون في يوم كويس، هتلاقي من خلاله أنواع مناسبات كتير هتحس بيها بسعادة وتفاؤل، هتبقى ودود مع كل الأشخاص اللي حواليك، هتنشأ مشاكل كان عليك أنك تتعامل معاها بشكل أكبر، جدية هتتطلب منك اهتمام خاص، وهيبقى يومك مناسب لأنك تتواصل بشكل اجتماعي، هتكون صداقات جدد، هيكون في رغبة للمغازلة وتجربة حميمية قصيرة عواقبها غير سارة على زواجك أو على علاقتك الجادة لو كان عندك واحدة حاليا. هتطلب نفقاتك انك تنتبه ليها اكتر، وهتبقى عرضة للانفاق المتسرع وغير المدروس للفلوس. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.